سوتشن غري يميتا اندميتا وقا هلا تشوم اندمنا وقاو الله سبحانه وتعالى سيفترن أبلالتونو كافلو كافلون سراتين يادرقو اندي زوزن ديني هنن يادرقن او يلال لزينو نبي الله يوسف عليه السلام واندم وچاچو نزادر سوباتش يعني هلو سكاي يعني هلو مكرا يعني هلو چكر عدر سوباتشو سيماتو عندم نقر سايك النسو بدم بادر قوني شنواتشو سواتشن مخدم سواتشن ممكر يطرو استدادك يطرو تربية يطرو سنم اكبار بيطرو يوست نزهن يك المسئليات المياه ملاكتنو يهي الله سبحانه وتعالى سنة الكونيانو سواتشن مدقم لسويتش انك انا لسويتش شقر مروارات يا نبياتوش فلقنو الحمد لله الحمد لله أمر بالبر والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد والعظمة والسلطان وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في عموم الأوطان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فالتقوى في مخالفة الهوى والشقاء والتعاسة في مجانبة الهدى أيها المسلمون عباد الله فاضل الله بين عباده في الشرف والجاه والعلم والعبادة وسخر بعضهم لبعض ليتحقق الاستخلاف وتعمر الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وقال سبحانه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وفي شكوى الفقير ابتلاء للغني وفي انكسار الضعيف امتحان للقوي وفي توجع المريض حكمة للصحيح ومن أجل هذه السنة الكونية جاءت السنة الشرعية بالحث على التعاون بين الناس وقضاء حوائجهم والسعي في تفريج كروبهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم تحقيقاً لدوام المودة وبقاء الألفة وإظهار الأخوة والدين ذل العبادة وحسن المعاملة قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد دل العقل والنقل والفطرة السليمة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر فما اجتلبت نعمة الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه ونفع الناس والسعي في كشف كروبهم من صفات الأنبياء والرسل فالكريم يوسف عليه السلام مع ما فعله إخوته جهزهم بجهازهم ولم يبخسهم شيئا منه وموسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان رفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت أغنامهما وخديجة رضي الله عنها تقول في وصف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن حاجة لم يرد السائل عن حاجته يقول جابر رضي الله عنه
ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، والدنيا أقل من أن يرد طالبها. إن خدمة الناس ومسايرة المستضعفين دليل على طيب المنبت ونقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة، وربنا يرحم من عباده الرحماء. ولله أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد، وجزاء التفريج يا عباد الله تفريج كروبات وكشف غموم في الآخرة. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي لفظ لمسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. ومن نعم الله تعالى على العبد أن يجعله مفتاحا للخير والإحسان. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عند الله عز وجل خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال، فطوبى لمن جعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير، وأن يسخره لقضاء حوائج الناس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. قال الألباني رحمه الله: حسن لغيره. عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، بل إنها من أحب الأعمال وأعلاها وأزكاها عند الله عز وجل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الجواد الكريم. عباد الله، يزاري خطباتين كم الله قدل إن سمات شهود تكرت ياد الرقو. إنيا يتفترنو لراساتين لننور بيتشا اندال هوننا لو اندم وچاتين لتشقرو ينيان اقزا لمي فلقو أكالات كغوناتشو اندن نقوم يمياس كنزبنا يمياس تاوسنو. ሰዎችን እንግዲህ የሚታ እንደሚታወቀው ሁላችሁም እንደምናውቀው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲፈጥረን አበላልጦ ነው። በክብር በስልጣን በእውቀት በዒባዳ አንዱን ካንዱ አብልጧል። ሁሉም እኩል ቢሆን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይከብደው ይችላል። ግን ህክመቱሁ ዐዘ ወጀለ ላ ተክተዲ ዛሊክ። አላህ ሁሉንም ሀብታም ማድረግ ይችላል። ግን ሀብታም መሆኑ አንዱን አንዱ ይፈልጋል። እስበራሱ መተጋገዝ ይፈልጋል። ለዚህ ሕክማ አላህ አበላልጧል። ወለው በሰጡ አላሁ ሪዝቀ ሊዕባድህ ለበገው ፊል አርድ ወላኪን ዩነዝሉ ቢቀደር ማ የሻ። አላህ ሪዝቅን ሲሳይ ለሁሉም ቢዘረጋ ይችላል። ግን
بمدر لا يتأم نبر لبغوا في الأرض وسنا لا في هنا له يا وندم التوقد إنه ما عندنا ما عندنا من تلم على السايحون هلا تشنم كان يجمر ويالو تلانت قليل اليد بنبر ببت جزينا إنه تشكر بميلو جزي تنش عقمو ستنكر دقمو باهري وليت ما عندنا تليت سلك على منسات يسويتش الحاجة مدبك مستر اندي هلو تشكرو تشالو إن الزهنة قروش تككلنا تشوي تلعن تندن بركبت باهري هنا همك أتلات تشلموي الله سبحانه وتعالى إنيان اندن بلالت يا درقو ليتحقق الاستخلاف متكاكاتو اندي الرقاق قتنو الله هو الذي وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض بمدر لا يتتكاكي وچا درقاتو هسنو كفلاتشهن ككفلو ببزو درجات أبلالت أيلان لمن بسد أتشهنا قر لموكرا أتشهنا لفتنا أتشهنو فتنانو يمكا مشركوش نبي عليه الصلاة والسلام نبي هنو سلاكو أن يكو يهنن يتيم على الأبك إن منبر تللك سواتشكو اللو كمكا كتما أنا كطائف كتما الله يسد أتشهن لو نبي ينت بيمت أبلا من تأبك أتشهن على رجل من القريتين عظيم تلك سواتشكو اللو من أكثر المفسرين عند ميلود الوليد بن المغيرة من مكة عروة بن مسعود الثقفي من الطائف إن زهولتك هولت أنجو نبر نبي النتي أمي قباو يهيتي من مندتي قباو اليميل مكة راكر ياسي أمطه الله من على لهل ملك تميهن لدنياهم لمنو نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا بدنيا هوتكو نروات شون إنيانن يكففلنا شوكو أهم يقسمون رحمة ربك يجيتها نزلة النسو يا يجيتها نشروتا يكففلالو النسو يقباتشوم إنيان اللي فلقنو اللي فلقنو من نساتو الله أعلم حيث يجعل رسالته ملك تنية دميا درق الله سبحانه وتعالى نو يمياوك أو يهل من دنو يهون ولن الله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا كافلو كافلون سراتين يادرقو اني زوزن دينيهن يادرق نو يلال عندنا حبتام سوادرقو تال بسرو سلاسا سوچ اندي استدادر همسا سوچ اندي استدادر انزا همسا سوچ دقمو حبتام يهونو لزا سوا يكترم اسبرا ساچو اني خرياد دمونو عندو بغنزبو ليلان يو با اوقاتو بسرو بمويو اندي رداد دوبلن نيادرق نوالا يهي الله سبحانه وتعالى سنة الكونيانو ما نملك أيرو ما نملك شرو ما نملك أبلم ليل يمائي شلو يا الله سبحانه وتعالى سرانو سنة الشرعي يوم يهنن أناكرو يا نبي عليه الصلاة والسلام ملكتنا يا نبي عليه الصلاة والسلام أستمهرو بزيمتا سواتشن لتقاقزو مادرق لمن واندما ما چنتو فكرو محبو متزازنو اندك أتلنا ملكا من دهون بزوه لا اندك أتلنو دين مالت بعبادة متنانسنا كسوچ قايا اللون أنوانوار ما استمر ما سمر ما بجتنو الإمام ابن القيم رحمه الله انده لالو انا انيا أمرو اندهم كشريعو يمتعو نقلنا تككل انيا تفطرو الفطرة السليمة يسوچم تجارب جنساتشو بالليايم منقراتشو ديناتشو مسمراتشو بالليايم ولي الله مكاربنا ولي سوچ ملكام مسرات خير كم يامتقو ملكام سراوچ تلقنو كسوچ مستر السا مدبك السا دستار يلم يامتقو من الباق قنزبه اللي تتبك تجلالك انت هبتامنك الله قنزب ستوهل سوچت ايقنيال يلمنونيال ارجونيالونيال تدبك الله انت مسجد متقير الله انت انكزي قوبزك هنا نو مسجد ميقيرو قوبزك هنا ما زاو بيتو قوبزك انا ايالا زاو يقرال ጎበዝ ከሆነ መስጂድ ይቀይራል ይሄ ጠንካራው ማለት ነው ለሰው ትደበቃለህ አንተ የሰጠህኩ አላህ ነው ደስታ የሚያመጣው መስጠት ነው ደስታ የሚያመጣው የተቸገሩን መርዳት ነው አንተ ነህ የምትደሰተው የተሰጠው አካል ከመደሰቱ በፊት ሰዎችን መጥቀም ለሰዎች ጭንቅና ለሰዎች ችግር መሯሯጥ የነብያቶች ፈለግ ነው የሩሱሎች የመልእክተኞች መንገድ ነው لذينه نبي الله يوسف عليه السلام
وندم وچاچو نزادر سوباچو يعني هلو سكاي يعني هلو مكرا يعني هلو چگر عدر سوباچو سيموتو عندم نگر سايك النسو بدن بادرگون شنواتو جهازهم بجهازهم إهي تلك النترو ينبي النت مقلج أما أرقنو نبي الله موسى عليه السلام مدين هجر ششتو كان فرعون سيهدو الزابو تالي سوى تشات أتالو هلا تسيه سوى تشدو موية كالكالو انسا سوى تشاتشون يغطو ياغنو أتشوال منو ناتشونو نانتا ما تاتتو تنيا ما أباتاتشو شما قلينو ممتات الزيهن ده سوى تش مقافات هاي چلم انيام درمو سيه توشنن كان نسوغا مقافات هاي چلم ألو ألو أتشو نبي الله موسى عليه السلام دينغاي بريغادي وادا طلاچو ياو قصو في سوره القصص يتنغرو قال معناتنو نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام چنقاچو وحي سيمتا چنقالاچو نبيينت يامطاو ملكت اندو باهرياچو اندال هون اندناقو معناتيرو سي چنقاچو نبي اناتاچن خديجه رضي الله عنها وارضاها ابشر يا محمد ابشر منم جغرا يدرسو بوتم لمن أنت زمدنا تقتل الله بزونا قرتها درق الله انقريان تستناقر الله چقر تنيان هلون تاقز الله يهن يادر رقى سو دقمو چقر مكران اينا كاوم لسوچ مقوم كمكرا كهلون اقر يمي تبقرو جوني اكو ورادانات يلمن هن يتأيك اهن كل تملسو يمي قبار اللم والدنيا اقل واذل من ان يرد طالبها يفلق اتاكال كمملس يتوارد يتزك على شنا الدنيا دنيا الله لم يودهم لما يودهم يستعال بوتا سلالن منهم سلال هونج الله زند درجة سلالن لا تمالتنا سواجن مخدم سواجن ممكر يطرو استدارك يطرو تربية يطرو سنم اكبار بيطرو يوست نزهنا يكال مسئليات المياه ملاكتنو الله سبحانه وتعالى لسواج كم منور والله يدرقن بسواج شقر لايك أنمو كم يقن والله يدرقن سون كم يقزو سون كم يرد والله يدرقن بزي زوريا بزو مالات بتشالا نبر بزو حديثوچم بزو اثاروچم يمطوبت گداي سلهونه زنابو ازيو لاي ياسقمنال على وصل وسلم رحمكم الله على الرحمه المهداه والنعمه المسداه نبيكم محمد بن عبد الله كما امركم بذلك المولى جل في علاه فقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.